صافرات للبار تدوي، صواريخ تمطر سباءة أبيب، وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية تحتشد الدبابات والطائرات الإسرائيلية وتقصف بيروت. هل هذا مشهد من فيلم حربي أم واقع قد نعيشه قريبا؟ ماذا لو اندلعت الحرب فعلا بين حزب الله وإسرائيل؟ وبهذا الصدد يجيبنا الذكاء الاصطناعي. المرحلة الأولى، الأسبوع الأول، تبادل كثيف للصواريخ مع استهداف حزب الله لمدن إسرائيلية رئيسية وقواعد عسكرية. إسرائيل ترد بغارات جوية مكثفة على مواقع حزب الله في جنوب لبنان وضواحي بيروت، واحتمال تدمير البنية التحتية الحيوية في كلا البلدين. التصعيد الإقليمي الأسبوع الثاني، احتمال تدخل إيران لدعم حزب الله إما بشكل مباشر أو عبر وكلائها في المنطقة. سوريا قد تجد نفسها متورطة، خاصة إذا استخدمت أراضيها كممر لإمدادات حزب الله. تحرك دبلوماسي نشط من قبل مصر والأردن لاحتواء الصراع. التداعيات الاقتصادية، في الشهر الأول انهيار حاد في الاقتصاد اللبناني مع احتمال حدوث أزمة إنسانية، وتأثر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير خاصة قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي. ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب المخاوف من توسع الصراع. التدخل الدولي، ضغط دولي كبير لوقف إطلاق النار مع احتمال عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن. الولايات المتحدة قد تقدم دعما لوجستيا وعسكريا لإسرائيل، بينما تحاول روسيا التوسط. احتمال نشر قوات حفظ سلام دولية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. النتائج المحتملة بعد شهرين، إضعاف كبير لقدرات حزب الله العسكرية، لكن مع تعزيز شعبيته في لبنان. إسرائيل قد تحقق أهدافها العسكرية، لكنها تواجه انتقادات دولية بسبب الخسائر المدنية وإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية. قدرات جديدة للسلام في المنطقة مع تركيز أكبر على حل القضية الفلسطينية.